بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أخوتي الكرام أخواتي الكريمات في رحلة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الفقه حياة، ونحن نشد الرحال إلى كربلاء المقدسة في هذه الأيام باقترابنا من 20 من شهر صفر، وما لهذا اليوم من تأثير كبير على كل محبي ومريدي أهل البيت عليهم السلام. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتشرف بزيارة مرقد الإمام الحسين عليه السلام في هذه الأيام وخدمة زائريه الكرام إن شاء الله تعالى. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم السلام عليكم وعظم الله أجوركم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجوركم حياكم الله. أهلا وسهلا سيدنا الكريم. إذن على بركة الله نبدأ الحلقة. مشاهدنا الكريم حضر سؤالك حضر استفسارك، بعد 12 دقيقة من الآن 10 دقائق من الآن تقريبا نبدأ باستقبال مشاركاتكم، وسماحة سيد إن شاء الله يجيب على هذه الأسئلة والمشاركات. سيدنا الكريم في رحاب الأربعين نحن هذه الأيام، خلي نعرف أولا أهمية هذا اليوم وأهمية زيارة الإمام الحسين عليه السلام في هذه الأيام. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال من نعم الله إنصافا علينا، وهذا أمر كررته كثيرا على أنه الله حبانا نحن كشعب عراقي قريب إلى العتبات المقدسة ونعيش العتبات المقدسة، حبانا الله على أن نكون ممن يحتضن زائري أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، خصوصا زوار أبي عبد الله الحسين في مناسبات عديدة، بما أهمها مناسبة زيارة الأربعين. زيارة الأربعين في واقع الحال بعد سقوط بلي، باعتبار أنه بعد سقوط النظام أخذت هذه الزيارة أبعادا مهمة جدا. صارت الزيارة ليست مجرد زيارة، وإنما تظاهرة عظيمة واجتماع مهم من أكبر اجتماعات للشيعة في العالم، وهذا يحصل كل عام، ملايين مؤلفة من الرجال وكبار وصغار في ظروف غير مناسبة جوية وغير جوية، ومع ذلك تجد هناك الرتابة والنظام. نعم. ولم يبقى أحدا جائع، لم يبقى أحدا عطشان، الكل يأكل الكل يشرب الكل ينام الكل يرتاح. هذا في واقع الحال أعطانا إنصافا إيعاز بأن القضية ليست قضية عادية. نعم. مع كل ما عاناه المجتمع من مشاكل اقتصادية ومشاكل أمنية، مع ذلك تجد أن هذه الزيارة سنة بعد سنة تأخذ أبعاد أخرى. ولا يخطر ببالي على أن هناك مناسبة جماهيرية بهذا الحشد، يعني الحج بيت الله الحرام، وأنا من الحجاج، يعني إحصائيات الرسمية 3 مليون، 1.8 مليون، هذا العام كان 1.9 مليون، يعني أقل من 2 مليون. نعم. مع ذلك الحشد والاهتمام والكذا، وهذا أمر طيب، ولكن نجد هنا في واقع الحال تصل الإحصائيات الدقيقة بالكاميرات الدقيقة التي هي كاميرات حرارية وكاميرات حساسة، تعد الداخلين إلى كربلاء المقدسة في خلال 20 يوم، في خلال 20 يوم تعدهم يصل إلى 16 مليون، وهذا أمر طبيعي لأن حركة وجماهير متحركة، وهذه من الكثير من دول العالم، من كثر بل من جهات مختلفة، والحركة عن زيارة المتحركة ليست كزيارة الساكنة في مكة والمدينة، هناك سكون هناك استقرار، فلذلك تجد أن الحشود كبيرة. هنا الحمد لله رب العالمين هذه على حال المسيرة المتحركة تجعل هناك سعة. نعم. من استيعاب أكثر الأعداد. يعني زيارة الأربعين وأهميتها بالناحية العقائدية سيد. أحسنتم. أما أنه ما هو يعني أو ما هي الأهمية لهذه الزيارة، شوفوا أخواني الكرام، نحن كبشر أرجوكم تعطوني وقت يعني حتى سيد. أتكلم عن هالفكرة. فضل. هذه
وأعتقد فكرة مهمة. نحن كبشر نتعامل مع القضايا المادية والأمور المحسوسة أكثر مما هي القضايا الغيبية. نعم. أنت كإنسان تدخل في السوق وتخسر تجارتك لا سمح الله وتقول خلص أنا خسرت لازم أبدأ من الصفر، وأنا بعد ما عندي شيء اسمه رأس مال. أما أن تلتفت إلى نقطة أن الله سبحانه وتعالى هو المعوض، الله سبحانه وتعالى يسهل كذا، قليل ما يلتفت الإنسان، دائما يتكأب بتأذى، بعضهم كما سمعنا ينتحرون بعد ما يخسر تجارته، ينتحر، وبعضهم يجن، جنون يصير عنده. ليش؟ لأنه البعد الروحي والبعد الغيبي ضعيف في شخصيته. قضية الحسين، هنا أنا أرجو الالتفات، قضية الحسين في الواقع بعدها الغيبي وبعدها المعنوي شيء لا يتصور. أنا رح أبين فرد جانب حتى شوف واقعا شقد القضية حساسة. نعم. يوم العاشر من المحرم الحسين محاصر بأقل التقادير، أقل التقادير جيش جرار ب 30,000 وأكثر التقادير 70,000. نعم. زين، جيش جرار بهذا الحجم وناس عوائل ونساء وأطفال، وتصير مواجهة ويقتلوا على آخرهم كل الرجال وكل كذا، حتى بعض الأطفال يقتلون وتحرق خيامهم وتسبى نساؤهم بشكل فظيع جدا، يعني جدا جدا فظيع. اللي يشاهد هالشكل موقف يوم عاشر ساعة 2 أو 3 بعد الظهر وصار الغروب، شيء يعني ماذا يأتي في بالك جنابك أنت الآن؟ انتهى الدين، لا دين، لا محمد، لا إسلام، لا علي، انتهى انتهى، وبني أمية سادوا ووصلوا وإلى آخره. بس أنت تجي الآن بعد سنة، بعد 1380 سنة نيف 1385 سنة بالضبط، تأتي الآن تشاهد أن الحسين يعيش في ضمير الأمة ومبادئ الحسين، وجماعات يكتبوا كتب. أنا قرأت كتاب قبل 30 سنة، لقد شيعني الحسين، واحد من المفكرين المغاربة. كثير من الثورات ضد الظلم كانت برمز الحسين. بامتياز أحسنتم، يعني متأسين بالحسين. غاندي معروف، مهاتما غاندي قال أنه لقد علمني الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. شوفوا هذه شلون صارت، يوم العاشر كل شيء انتهى الآن. والسيدة زينب قالت للإمام زين العابدين، قالت سينصب لأبيك علما لن يخبو ذكره أو لا يخفى أثره. زين، هذا منو يعني واقعا؟ ما الذي جعل الحسين يعيش في ضمير الأمة إلى يومك هذا؟ قطعا أكو هناك إرادة إلهية، واحد. اثنين، هناك تحشيد من قبل الأئمة صلوات الله وسلامه، حشدوا الناس على أن القضية لازم أن تحيا بأي طريقة ممكنة، بأي طريقة. يعني إذا تسمحون، يعني تفضل وسمح الوقت، أن أقرأ بعض الروايات في هذا المجال. يا ريت تحديدا زيارة 40 سيدنا، إذا عندنا روايات عنها. بل زيارة 40 على حال ما عندنا بزيارة 40 بما هي زيارة 40، وإنما عندنا بعنوان زيارة الحسين. نعم. أما زيارة 40 بما هي غير الرواية التي أنه علامات المؤمن 5 منها زيارة 40، غير هذه ما عندنا بذاك المعنى. نعم عندنا زيارة منصوصة ينقلها الرواة أنها زار على حال الإمام يوم 40 الإمام الحسين بهذه الزيارة. نعم. بس عموما بهالعنوان هي زيارة أخذت اسما أو عنوانا بهذا النوع، ولكن هي بحد ذات زيارة الحسين. أصلا هي زيارة الحسين عليه السلام لها من الفضل بما هي أحسن. نعم. بما هي. والغريب أنه الإمام صلى الله عليه وسلم عليه هو يثير، يعني يثير الموضوع. ستقاعد ويا الإمام سولفون وكذا، الإمام هو يدخل واحد من أهل العراق يقول جنابك من وين؟ يقول أنا من العراق. أوه العراق، الإمام هو يبدأ شنو؟ هل تأتي قبر جدي الحسين؟ هو الإمام يعني يفتح ملف وموضوع، لكن يقول لو
أروح لو ما أروح، وإذا ما يروح الإمام شلون يعاتبه، وإذا يروح شلون يشجعه. هذه كلها في واقع الحال دفعت الناس إلى أن هذه القضية لابد أن تبقى حية. بس واحد يقول ليش تبقى حية؟ لأننا نعتقد جازمين أنه لولا استشهاد سيدنا الحسين صلوات الله وسلامه وهذه الواقع بما هي لانتهى الإسلام. واحد يقول شلون يعني انتهى الإسلام؟ بشكل واضح في بعض خطب الإمام الحسين كان يشير أنه لو وليت الأمة بمثل يزيد فعلى الإسلام السلام، أو لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. هاي كلها كان يشير لأنه هذه الزمرة لو سادت انتهى، فلا بد أنا بأي طريقة أسجل موقف وبصمة دموية على أن هالقضية لابد أن تقاوم. واقعنا صارت ثورات من بعد الحسين ثورات عظيمة، وعلى حال ثورة التوابين، ثورة المختار، وثورات أخرى. كأنه سيدنا فكر الإمام الحسين عليه السلام حمل على العاطفية، على عاطفة القضية، قضية عاطفية وحميمية والفكر عظيم، فشيء صار مكمل إلى شيء. أحسنتم، شوفوا أستاذ مرتضى، الفكر لا يمكن أن يأخذ مسار، هاي فكرة هواي مهمة، الفكر المجرد لا يمكن أن يأخذ مسارة ويثبت في تاريخ البشرية إلا أن يكون ممزوجا بالعاطفة. نعم. العاطفة تلعب دور في تثبيت الفكرة. نعم. وتشييد أركانها وتعضيد عليها لوازمها. العاطفة مهمة جدا يعني، ولذلك هي عبرة وعبرة. أحسنت. لأن بعض الناس اليوم سيدنا صاروا يسوقون الحسين فكر، لا تلطمون، لا تسوون مجالس. غلط، غلط، هذا أشد الغلط. ليش؟ لأن الحسين كفكر، ترى إذا كفكر مجرد كأي فكر اللي كان في التاريخ وراح، شكد أفكار جدتي، أفكار ماركسية رأسمالية كذائية وراحت، مادية وغير مادية، فلسفية عظيمة، أفكار فلسفية، لكن على حال دثرت. تلازم لابد من الأحسن، لابد من التلازم ما بين العاطفة الجياشة والفكر الصحيح السليم النقي، هذا يبقي جذوته إلى الأخير. شوفوا بعض الروايات إذا تسمحوا لي. فضل سيدي. قال سمعت أبا عبد الله، هذا أبي الصامت يقول، سمعت أبا عبد الله يقول من أتى قبر الحسين ماشيا، بس راكبين واضح ماشيا، من أتى قبر الحسين ماشيا كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. هذه من الإمام يعطيها، ترى مو قضية دعاية تجارية، لا لا لا، ترى هذه مفاهيم دينية ومؤصلة يعني. وعن ميمون الصائق عن أبي عبد الله قال يا علي زر الحسين ولا تدعه. هذا علي بن ميمون الصائغ يجي للإمام يقول يا علي زر الحسين ولا تدعه، يعني لا تدع زيارته. قال قلت ولي ما لمن أتاه، شنو اللي حصل اللي يجي إلى الإمام؟ قال من أتاه ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة ورفع له درجة، فإذا أتاه وكل الله به، هذا هو أي جميلة، وكل الله به ملكين يكتبان ما خرج من فيه من خير ولا يكتبان ما يخرج من فيه من شر. إذا السيئات كذا ما يكتبون، بس الحسنات ولا غير ذلك. فإذا انصرف هذا الزائر الحسين لما يروح يزور ويرجع، فإذا انصرف ودعوه وقالوا يا ولي الله مغفورا لك، أنت من حزب الله وحزب رسوله وحزب أهل بيت رسوله، والله لا ترى النار بعينك أبدا ولا تراك ولا تطعمك أبدا. عجيبها الروايات يعني. طبعا سيدنا بشرطها وشروطها، لا إشكال، هذه كلها مقدمات مطوية، مو واحد حشاكم تعبان وكذا، لا لا، هذه كلها على سبيل المقتضي، على سبيل أن هذا مقتضي الغفران موجود، مقتضي الرحمة موجودة، بشرط عدم المانع، لأن المقتضي مع وجود المانع ما يأثر، مثل النار والرطوبة، النار والرطوبة ما يصير احتراق. نعم. لابد نار أكو وماكو رطوبة حتى يصير حراق. هنا هذه القضايا في الواقع من باب أنها ليست علة تامة، وإنما المقتضي التام، المقتضي التام المغفرة والرحمة والسؤدد و ولكن على أن تكون في هذا، وأنا أقول جازماً
وأقول جازم أن الحسين صلى الله عليه وسلم سفينة نجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وهوى. والحسين حسب تجربة وحسب تجربة جاء أقول حسب تجربة يعني سمعت ممن هو أثق به أن الحسين يقف لزائريه حتى لو كانوا فسقا. بأي معنى؟ بمعنى أنه يشفع عند الله على أن يرجع إلى الله، هذا الفاسق أن يتوب تعطى له فرصة يلين قلبه يرجع إلى الله بأي، حتى لو يبتلي بمرض عضال يرجع إلى الله بالتوبة. فأقول في واقع الحال هذه فرصة عظيمة وهذه مسيرة مهمة لابد الكل، ولا نلتفت إلى القيل والقال. إخواني الآن بدأت صفحات وقنوات وكذا في التشكيك، لا تستمعوا إلى كل هذا، لابد الإنسان يلتفت إلى الزيارة ومستحقات الزيارة وآثارها، ولا يلتفت إلى ما يمكن أن يصدر من الأعداء. أحسنتم سيدنا، شكرا جزيلا. الآن مشاهدنا الكريم، على بركة الله نبدأ باستقبال مشاركتك، وأول المتصلين شخص ترك اسمه خارج الهواء، تفضل نسمعك. ألو، السلام عليكم، شارك مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الله يسلمك مولانا العزيز. بس أكو مسألة، يعني أكو في هاي الأونة الأخيرة ظهرت هواي شو اسمها منصات يعني تشتغل من عندها على الإنترنت. أكو منصة اسمها بي جوب، بدون ما تذكر الاسم بس أحكي لنا محتواها، يعني لا تحكي اسم المنصة، أحكي محتواها فقط. أوكي أوكي فضل. محتواها يعني شو اسمها، عمل 4 ساعات باليوم، أكو زر موجود ندوس عليه يبدأ الآن يعد ساعة تنازلي، تخلص الساعة 4 ساعات يسوي تسجيل يعني شو اسمه أرباح يومية، عقد لمدة 90 يوم. هذا العقد حتى نبدأ به لازم تعطي وديعة مبلغ من المال حسب المستوى اللي تدخل به، ضمان لاستمرار العضو وتمييز بين عضو آخر، حتى يظنون هذا العضو راح يكمل الشغل وياهم مدة هاي 90 يوم يأخذون هاي الفلوس. ما يخالف مداخلة صغيرة، يعني مداخلة صغيرة بس حرام. هو إيش راح يسوي أنا سالم ما أنضم لهم، شنو عملي إيش راح أسوي لو بس أسجل دخول يعني انتهت. تسجل لما هنا نسوي ابدأ الآن، هم يعني تشغيل وأطفاء مولدات الطاقة الشمسية من خلال الانترنت، هذا المقصد مالتهم. يعني تسمح لي أقول آني الآن راح تسجلت اسمي فعليا، راح أشتغل له قاعد ببيتي وهذا سجل اسمي بهاي الشركة؟ لا، مو شغال، مو بس تسجل اسمك، وإنما صح سجلت اسمك، وهذه كل يوم تروح على هاي الصفحة الموجودة بالجوجل وتسوي ابدأ الآن، تنتظرها تخلص. يعني هم يقولون تشغيل المولد، أنت تشغل مولد عن طريق الإنترنت من بعد يعني. نعم. سامعني مولانا؟ صار واضح. تسمع الإجابة إن شاء الله. الآن 4 مرات، كل ابدأ الآن يعني ساعة واحدة، تخلص هاي الساعة إنه بنسوي اللوك واللوك 4 مرات. تحصل عليها أجور يومية مال تشغيل وأطفاء المولد عن طريق الإنترنت. لكن حتى نبدأ بهذا المشروع يعني أنت لازم تشتغل، يأخذون وديعة، هاي وديعة الفلوس يعني حسب المبلغ مال الاشتراك اللي قد المولد. كم يأخذون منك حبيبي، كم يأخذون؟ يأخذون مثلاً الـS1 يأخذون $100، الـS1 يأخذون $100 الأجور اليومية مال تشغيل وأطفاء المولد $5 باليوم. يعني أنت إذا 4 ساعات راح يعطوك هو $5 كل ساعة، $1.25 أحسن، اجمعها 4 ساعات $5. شكرا لك أخي الكريم، اسمع الإجابة. تحياتي لك، تفضل سيدنا. حبيب قلبي، هذه من الشركات ومن المنصات اللي في واقع الحال حالة عدم الوضوح، بل أن هناك حالة من سحب فلوس من الناس بطريقة وبأخرى، وبعدين فيه ما إذا سميه على حال هناك نوع من السلب والنهب، لا، ولكن أقول سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى يقول عدم الدخول في هكذا معاملات مشبوهة، وفي نفس الوقت أنها تعرض الإنسان إلى الضرر، ولا ينصح السيد بذلك، ويقول الأحوط ترك هكذا معاملة. أكو شركات سماحتي ما أعرفوا عن يا شركة تحكي، بس أكو شركات سيدنا سابقا جمعون فلوس يطمعوا ينطوا مرة مرتين، وبعدين أول فترة ينسحبون وتروح الفلوس ما واضح ناسك. لا، هذه اللي يعني شركات اللي يسموها بالتسوق الشبكي، هذا التسوق الشبكي إخواني أكثر الأحيان فيه نوع من الـ يعني معاملات ربوية، مو معاملة ربوية بمقدار ما هي في واقع الحال سحب فلوس، واللي يربح هو
الشخص الأول والثاني، بقية هؤلاء يستنزفون طاقاتهم وكذا حتى يجلبون زبائن، والزبائن يجلبون زبائن، وهذه اللي يسموها الشبكة على حال الهرمية. هذه سماحة السيد يجد على أنها الأحوط ترك التعامل. أحسنتم سيدنا، تحياتنا الأخ الكريم المتصل، وإن شاء الله الموضوع صار واضح عندك وعند كل شخص يفكر في الدخول إلى منصات أو شركات من هذا النوع. عندنا اتصال له رسالة له شنو؟ نسمع الرسالة الصوتية، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا. خفض السرعة السرعة يا جماعة، نرجع نسمعها مرة ثانية بسرعة اعتيادية، تفضلوا. تفضلوا. كنترول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا. احنا بالنسبة لنا مشتركة بجروبات ويا صديقاتي، فكل فترة نسوي ختمة، كل من ياخذ له جزء بثواب امواتنا، بثواب ارواحنا، بثواب الائمة مرات، فكل من جزء مثلا، فنصير 30 وحدة 30 جزء. فسؤالي هاي هل تعتبر ختمة كاملة يعني باعتبار صحيح انه ختمت القرآن؟ وكذلك بعض الاعمال مرات يدزونا اياهم نسويهن، وان زيارة بالانابة، هاي زيارة الانابة هم توصل يعني مثل حالي حال الزيارة، مثل انه مثل الامام الرضا ما اقدر اروح لاني فيزوروا له نيابة، زيارة الانابة هم انا تعتبر زيارة. وشكرا. شكرا لحضرتك اختي الكريمة. ناخذ اتصال من من؟ عمار تفضل اخويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك وجناب السيد. حياكم الله، يا اهلا وسهلا. الله يحفظكم. بس اكو ان شاء الله منبر السيد كل شيء يحتوي. فأنا يوم احب السيد ارشاد من يمه، انا احنا خدام بالأضرحة، أضرحة الأئمة عليهم السلام. الله يتقبل. الله يتقبل اعمالكم. والاكثر الزائرين ما جاي نشوف من عندهم ترحيب علينا، اكثر الخدام يعني جاي اكثرهم يتنرفزون علينا، اكو غلط علينا، اكو حكي علينا، وهواي امور يعني. لا. سيدنا احنا حتى مرات يعني ما نعرف يعني، والله بين ما بين الله يعني احنا نتحمل، بس مرات حتى الطاقه ما نتحمل يعني، يجيك من هناك بيهم يقول لك انت سعودي، واحد يقول لك كذا، واحد يقول لك احنا 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 فوق هذا، فوق هذا المقام. صحيح بس سيدنا ما نتحمل يعني، احنا العتبه تعطينا فد 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 رسوم، ترسم لنا فد مرتسمات انه هذا الطريق تعوفه سالك. الزاير ما يعرف هاي الامور، يجي يتكلم علينا بامور غير امور. فاحنا واضح واضح سيد حبيب. سيد رشيد اليوم المنبر مالته كل الناس ان شاء الله تسمع، والاخوه الكرام الزائرين الافاضل ايضا يسمعون. الله يحفظكم ان شاء الله. تحياتي لك وشكرا جزيلا. وعموما هو اللي يتصدى لهذا المكان يا اخي يا عمار، المفروض احتماله اكثر مني ومن غيري يعني، احتماله اقوى لانه هو في منصب حساس ومكان حساس. تحياتي لك وشكرا جزيلا. سيدنا الأخت المشتركة بالجروبات تتساءل تقول هاي الختمات تصير ختمة كاملة كل واحدة تأخذ جزء؟ شوفي أختي، أنت تقرين جزء واحد، ولكن 29 وحدة أخرى تقرأ كل واحدة جزء، فهي ختمة لمن قرأتم له، ختمة لمن نويتم له. أما أنت ما ختمة القرآن، أنت قرأتي جزء واحد. مرات سيدنا يقولون تهدى إلى فلان مثلا بلي ولكل من ساهم بها مثلا. بلي أحسنتم، إذا كانت هذه الختمة في الواقع لمن تهدى؟ تهدى للإمام أو لمرحوم فلان أو لوالدي أو لنا القارئ؟ نعم، إذا كانت هكذا نعم هي ختمة كاملة تصل إلى من نويتموه. ماذا عن الزيارة بالإنابة سيدنا؟ نعم، هناك روايات أن الزيارة بالنيابة على حال كمن زار، ولذلك الإنسان لما يذهب إلى الزيارة أن ينوي عن والديه عن الآخرين يحصل ثوابين، ثواب زيارة نفسه وثواب زيارة الآخر. فإحنا هم ما تقلدناك الدعاء والزيارة والقرآن أيضا وقراءة القرآن أختي الكريمة في هذه الجروبات. تحياتنا. مريم أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال للسيد. تفضلي. السؤال الأول بأنه أنا هنا بالسويد مشترية سيارة بالأقساط من الشركة. نعم. وبأدفعهم أقساط شهري لمدة 5 سنين، وهي من ضمن الفائدة يعني. فبعرف هذا الشيء حرام، إذا حرام لازم تبع شكل، وإذا ما نصال سنتين ثلاثة إذا أقطعت واضح لمدة 5 سنين ومبلغ معين. يعني سيارة سعر السيارة مثلا بخمسة وإذا أخذتيها بالأقساط يصير بسبعة، هيك الفكرة؟ أي شوية زادة. واضح واضح. أي صحيح. شكرا جزيلا. نعم سؤال الثاني. نعم سؤال الثاني عندي عندي بعد حدود
مع الغدة الدرقية. هاي الحبوب يعني من ضمن المادة المكونة مالتها بيها جيلاتين مع خنزير. فأبدا أعرف هذا حرام، ما له بديل، يعني حتى البديل اللي بذرته ما بي يعني هل بي هاي المادة تحتوي مادة من الخنزير؟ تحتوي مادة من الخنزير بجيلاتين، جيلاتين. واضح. سؤال آخر أختي. لا شكرا. وهذا ماكو بديل إله يعني، لو هاي المادة لو ماكو يعني؟ لا هو هذا الدول ما إله بديل، والبديل اللي فيها كان نفس المادة. نفس المادة. وإذا ما أخذتيها أنت راح يصير شيء على صحتك صح؟ إي صحيح. إن شاء الله تسمعين الجواب أختي الكريمة، وشكرا جزيلا على اتصالك، تحياتنا. قبل لا نجاوب على الأخت مريم سيدنا لطفا، الأخ عمار طلب من حضرتك توجيه للزائرين الذين يتعاملون بحساسية مفرطة مع بعض خدمة العتبات المقدسة. أولا أخ عمار، طبيعة الإنسان أنه لا يحب أحد يحدده. سجنابك أنت الشخص اللي يحددك الضوج منه، أستاذك على حتى تدرس عنده يقول لك واجب اكتب كذا ويحاسبك الضوج من عنده، لأنه أمر فيه إلزام وتحديد، هذا مقزز طبع الإنسان هالشكل، أنه أي واحد يوقف أمامي يقول لي مو منا منا، هذا أحس أنه خلاف رغبتي، فطبيعي جدا، سلوك طبيعي جدا. لذلك الشرطة مكروهين، ما أدري كذا مكروهين، لأنه يريدون أن يضبطوا، مع الإنسان يريد أن يضبط الآخر لا يحب الانضباط. هذه كنقطة خليها في بالك أنه طبيعي جدا. الأمر الثاني، نحتاج إلى قضيتين. القضية الأولى وعي الزائر، أن الزائر لابد أن يفهم أن هذا المكان له نظام، وإذا كان النظام يسري فالكل يرتاح، أما إذا كان هناك فوضى وكل واحد من أي جهة يدخل من أي جهة يقعد وين ما يريد يصلي، في الواقع رح يصير فوضى. هذا لابد أن نفهم، نحن في مكان إرادات مختلفة، توجهات مختلفة، أعداد غفيرة، لابد أن نسير بحسب نظام مرسوم يترسم الإدارة على حال القائمة. هذا وعي لابد أن دائما نأكده على الزوار وعلى الأخوة الزائرين. الأمر الثاني، أنت وأمثالك أولا أن تعرف عظم هذه الخدمة وثوابها الكبير وأجرها الجزيل، ونفس الوقت هم آلة الخدمة، آلة الرئاسة، ساعة الصدر كما نقل. فعلى حال تحمل، نعم يتهموك التوهابي أنت كذا، قل له الله يغفر لنا ولكم إن شاء الله تعالى، جزاكم الله خير، وحاول أن شنو أن تحتسبها إلى الله سبحانه وتعالى. أحسنتم سيدنا زهراء. أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أنا عندي سؤال. تفضلي. أنا متزوجة وصار 6 سنين. نعم. بس من إجوا خطبوني يعني ما قالوا أتهم شروط، ما قالوها من زوجت وروح شفت شيء يعني استغربت عن كلك كيف عمي أنت زوجي. شروط شنو يعني شروط؟ يعني ما يردون تليفون، ما يردون مرة تطلع، ما تروح لها هي. نعم. كل 3 أشهر، كل 4 أشهر يدور واحد ويرجع. نعم. يعني وكل كيف عمي؟ أريد مصرف أروح لعمي، زوجي ما إله دور، حتى مرات أروح لهني زوجي ما يقدر، كل كيف عمي؟ نعم. بس وخر شوي هذا المحروس الله يعطيه العافية ابني شوي وخري عن التليفون، خلنا نسمع بوك. تمام. عمي هل جاي يتحمل حرام؟ لأن أنا أقولهم ما باري يتدمو ما سامحكي. تمام شكرا جزيلا، إن شاء الله تسمعي الإجابة. ها سؤال ثاني عنديش تفضل. أما تحمل حرام لأن أروح له بدون علم زوجي، لأن زوجي رابط هذا الشيء يقول إذا دام بيرضى كيف يعني. ها زوجك مسلم الأمر بيد أبوه، يعني إذا ما يوافق أبوه ما يوافق. إيه واضح. شكرا جزيلا أختي الكريمة وتحياتنا لحضرتك. شكرا. نرجع سيدنا الأخت مريم بالسويد، مشتري سيارة بالأقساط، وتقول أكيد مع فائدة عن سعرها النقدي. شوفي بابا مريم، يعني البيع على قسمين، بيع نقدي وبيع مؤجل. والبيع النقدي واضح، أنطيني ألف أخذي هذا القلم. البيع المؤجل يعني اللي سعره بالتدريج أو بعد مدة، يقول الفقهاء أن للزمن ثمن، للزمن ثمن يعني للوقت ثمن. الآن تعطيني 1000 دينار أنا أروح أتاجر بيها وأشتغل شغلة ثانية وأبيعها، أما إذا بعد شهر تعطيني 1000 دينار يعني أنا هذه 1000 راح تبقى عندك وأنا راح أخسر، فلذلك أبيع القلم 1500. ليش؟ لأنه الزمن إلى ثمنه. ف
فالبيع النقدي عفوا البيع المؤجل نعم يختلف، السعر يختلف، وهذا ليس من الربا، هذا ليس من الربا. يقول هاي السيارة تأخذيها 10 ملايين بالنقد بالأقساط 15 مليون عادي، هذا ليس من الربا في شيء، وإنما طبيعة البيع يختلف. أحسنتم سيد. السؤال الثاني كان عن حبوب الغدة الدرقية اللي تحتوي مادة جيلاتين خنزير. شوفي أختي الكريمة، إذا صحة الإنسان توقفت على تعاطي أدوية وانحصرت الأدوية بهذا النوع من الدواء اللي فيه حرام فلا إشكال فيه. ليش؟ لأنه الإسلام عليه حال جوز للإنسان الحرام في حال الاضطرار، كما يقول القرآن الكريم حرمت عليكم كذا كذا إلا ما اضطررتم، إلا ما اضطررتم يعني استثناء. فإذا أنت مضطر بينك ما بين الله ما في مشكلة، واضح؟ أما إذا أكو بدائل، أكو أدوية بديلة، فلا بد الإنسان أن يبحث ولا يأخذ شيئا فيه على حال من أجزاء الخنزير أو من أجزاء الحيوانات النجسة. هذا سيدنا باستثناءات، يعني أكو أشياء مرتبطة بمواد بها كحول كذا كذا تعاطي، يعني مثلا متوقفة صحة هذا الإنسان وسلامته على أن يتناول مقدار بسيط جدا من الكحول مثلا. إذا توقف توقف هذا المرض على هذا الأمر وماكو غيره ما في إشكال، يعني لذلك قالوا أنه عند الضرورات تباح المحظورات. أحسنتم. الأخت زهراء سيدنا اللي متزوجة من 6 سنوات وأمرها بيد أبو زوجها وليس زوجها، وزوجها ما موافق على هذا الأمر، تقول أولا عمي يتحمل حرام، ثانيا أني أتحمل حرام إذا أخالف زوجي بالخروج إلى بيت أهلي. في أختي الزواج عقد، والعقد يعني اتفاق طرفين. أنت لما أجوج أنت لابد أن تعرفين يعني هذا الزوج منو، في أي بيت، شنو وضعه، أم زوجك شلونها، خواته شلون. هذا الأمر كان لازم أنت كل هالأمور هذه، وأنا بتكلم يمكن مرات سيدنا هاي الأشياء ما تبين بالبداية. شوف دكتور أستاذ مرتضى، أنا عندي تقريبا 23 حلقة عن الحياة الزوجية وعلى حال تعاليم الإسلام وآداب الزواج. الإسلام يقول هذه الأمور لازم كل شيء واحد يقف عليه، نعم، ويبحث عنه ويفحص عنه ويسأل عنه، لأنه هذا ليست معاملة شراء قميص أو شراء أكلة، لا هذه حياة، هذه مصير، نعم. فجنابك أنت يعني كان لازم تعرفين طبع هاي العائلة، يا بهذول عرب جايين من الريف، والريف حياتهم غير حياة المدينة، كان لازم تفهميها وتلتزمين بلوازمهم، وحياة المشتركة هي هذه، يعني حياة قاعد ويا أهله هو هذا، نعم. الأبو يتحكم والبيبية تتحكم والعمة تتحكم، فأنت على حال بنتي ذكري الأمر إلى أهلك، قولي أنا ما جاء أقدر يعني، وشوف شلون تقدرون تحلوها، يعني لابد من الكلام، وأما العصيان والخروج عن الطاعة هذا مو بصالحك، مو صحيح يعني، نعم. فلا بد من التفاهم، والتفاهم هو أي مهم في هذا المجال. أحسنتم سيدنا. أبو زينب تفضل أخويا. السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا. أنا ما عندي سؤال. أبو زينب سؤالك عزيزي، صوتك راح عني. ما عندي سؤال. أنا ما عندي كل سؤال، عندي بس شكمة، عندي دعاء دعائني مريض. السيد يسمعك أخويا، يسمعك السيد إن شاء الله. خدمت مولاني، عندي مريضة المستشفرات بقالي 6 سنوات عامل. لا إله إلا الله. أرجو بس دعاءك أنا أريد. إن شاء الله بخدمتك حبيب. خدمتك. تحياتنا لك أبو زينب وشكرا جزيلا. أنا أقول للرب العالمين، صدق أقول له الشكر، أن يا ربي ذول الناس يتوقعون أن أدعيتنا مقبولة، ويتصورون أنه إحنا دعاءنا ما يرد، فأنت يا ربي أنا لست قابلا لأن أطلب حاجات الناس، أنا شنو، أنا منو؟ بس يا ربي بقدر نياتهم هؤلاء عندهم ثقة بأولاد رسول الله، عندهم ثقة بينا، عندهم ثقة على حال بمرجعيتهم حوزتهم، يا ربي بثقتهم بنياتهم بمقاصدهم يا رب أعطهم على قدر نياتهم. اللهم شافي مريضهم، اللهم عافي عليلهم، اللهم أرح بالهم، أنت من تطيهم مصيبة أرح بالهم، أطيهم صبر على المصيبة. اللهم حق محمد وآل محمد عافي
هذا المريض أو هذا المريض وشافه، وادفع عنهم وعنا جميعا الوباء والأمراض والبلاء إن شاء الله. اللهم آمين، أحسنتم سيدنا، ونسألكم الدعاء أيضا. بعدنا متواصلين وياكم مشاهدنا الكريم، بإمكانك أن تتصل تطرح سؤالك، تطرح موضوعك اللي تحب الداخل به من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا هنالك أيقونة موجودة أسفل يمين الشاشة، هناك رمز موجود أسفل يمين الشاشة هو عن تطبيق المجيب، افتح كاميرا الموبايل على هذا الرمز وسجل دخولك إلى تطبيق المجيب، ستستفيد كثيرا إن شاء الله تعالى. طيب عندنا مشاركة الآن، نسمع الرسالة الصوتية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في سبح الجنابة وسبح الطهارة سبح الواجب، المهم أعرف بالترتيب رأس الرقبة كذا اليمين ثم اليسار، لكن علتي هو كيف أغسل أذني، أغسل ظهرها يعني فقط الخارج أم هم الداخل؟ هذا أرجو التفاصيل في الإجابة. أدخل الماء في الداخل، كل ما يدخل الماء بذاني تسبب حساسية أو فلونزا وكذا، يدخل الماء ببطنها ويبقى ببطنها، يا ريت تضحوا لي. إن شاء الله تسمع الجواب أخي الكريم، شكرا جزيلا، تفضل سيدنا. يظهر الأخ مبتلى بالوسواس. نعم، اللي يبتلى بالوسواس يعني يبدأ يغتسل غسل أكثر من المطلوب، يبدأ يتحسس أنها هنا ما داخل ماي وهنا شو ما داخل ماي، فمولانا يدخل ماي في أذنه بعدين تلتهب وتتأذى. حبيب قلبي، حبيب قلبي، المطلوب عندك أن تغسل ظاهر الأذن، ظاهر الأذن، شنو دخل بالداخل؟ ظاهر الأنف لا يحتاج إلى الداخل، ظاهر الفم لا يحتاج إلى الداخل، غسل ظاهر الرأس، ظاهر الرأس، لا تدخل شيئا إلى أذنك، وإذا أنت وسواس زايد وراح تدخل ماي أتخلي فرد شيء شو يسموه هذه قطمة سدادة أذن، سدادة أذن حتى لا تتأذى، لأن أنت جاي حسب تعبيرنا أكثر من اللازم تلح. واضح حبيبي؟ ماكو حاجة إلى هذا الإلحاح. أحسنتم سيدنا. أم علي تفضلي أختي. السلام عليكم سيدنا، عظم الله أجركم. عليكم السلام بنيارة، عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. عظم لكم الأجر. بالنسبة لزيارة الإمام حسين زيارة الأربعين، نعم، هل يعني أقول أحسن المرأة من بيت الزور لو نعم تذهب يعني مزاحمة الرجال وهو يعني في الجو المزدحم؟ تمام، عندي سؤال آخر أختي. لا شكرا. شكرا جزيلا، لأن حضرتك شرحتي هذا الموضوع، لأنه كل هواية من الناس يسألون هذا السؤال، بس اليوم أول مرة يطرح هذا السؤال. جوابكم سيدنا تفضل. في واقع الحال الأخت الكريمة كل واحدة تعرف ظروفها، أنا ظروفي صعب علي، عندي أطفال، عندي أولاد، عندي كذا، أن أطلع صعب، فالأولى أنه من فوق السطح، أصعد فوق السطح وأزور الحسين صلى الله عليه وسلم من بيتي. بعض الأحيان شوف لا، واحدة ظروفها مؤاتية، هي تقدر تحافظ على حجاب بشكل جيد، تقدر تروح وتجي بسلام، ما عندها أي منكدات وأي حسب تعبيرنا مخاوف، هذا أمر على حال. الأولى إذا كان إنسان ما عنده أي شيء ممن يحذر منه، سواء كان اختلاط بالرجال بشكل كبير أو أنه مزاحمة مع حق الزوج أو الأطفال أو الحجاب أو ما إلى ذلك، على حال الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم يستحق أن نزوره ويستحق أن نحضر مرقده الشريف، ولكن كل بحسب ظروفه. أحسنتم سيدنا الكريم، إن شاء الله الإجابة صارت واضحة. أختي أم علي تحياتنا إليك، وإذا رحت للزيارة لا تنسينا في دعواتك إن شاء الله. نأخذ مشاركة أخرى. نعم سجاد ويانا متصل، تفضل يا سجاد. الله يستر عليك. وعليك إن شاء الله. البارحة حديث أبو الفضل العباس على حاجة، وريد سيد رشيد يدعي للعباس، اللي حاجة يمه وعنية العباس والحسين. إن شاء الله، إن شاء الله مقضية، وإن شاء الله السيد يدعو لكم. إي والله. عندك سؤال سجاد لو لا؟ لا والله، بس دعاء السيد للعباس الحاجة العنية البارحة هو والحسين. الله يسهل أمرك إن شاء الله. شكرا لك أخي الكريم سجاد، تحياتنا لكم. الله يقضي حاجتك يا أخ سجاد، وبحق السجاد الذي سميت باسمه وهو زين العابدين، بحقه على الله وبحقه على أبيه وعلى على أخيه وعلى عمه العباس صلوات الله وسلامه عليه أن يفرج عنك ويقضي حاجتك. اللهم اقضي حاجته في خير وعافية. شوفوا ليش أقول في خير وعافية، يعني بعض الأحيان إحنا نطلب من الله أشياء
قد ما تكون مصلحتنا، أطلب من الله شيء اللي قد ما تكون مصلحتي. جاني ولد شاب قال سيدنا أنا أريد فلانة وجاء كذا وإذا ما يعطيني متأذي. قلت له حبيبي منو قال هاي فلانة زينة بالنسبة لك؟ فادعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك فلانة إن في خير وعافية. إذا كان خير وعافية الله يرزقك، وإذا كانت مدعاة للبؤس مدعاة للشقاء الله لا يرزقك. فدائما نقول اللهم ارزقني ما نطلب وما قضاء حوائجنا في خير وعافية، اللهم اقض حاجته واعطي سؤله ولا ترده عن بابك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. أحسنتم سيدنا. بعد عندنا وقت نأخذ اتصال الأخ أبو حسين، تفضل. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للمسائل الشرعية يقول لا تجب صلاة الجمعة للمسافر. نعم. زين إذا رحت ولقيت جمعة مقامة هل تجزي عن الظهر؟ لو لازم أصليها وأصلي الجمعة يعني. تمام، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ولو هو مو لطيف، تفضل. الكلام على السياسيين هل يعتبر غيبة أم لا؟ واحد يشتمهم. ليش مو لطيف هذا السؤال؟ بالعكس سؤال مهم والهواية من عندنا مبتدئين. يعني تعرف يعني هو الوضع العام والشكل هو كله يكون ما تروح تحكي بالسياسة، بالسيارة، بالدائرة، بالمقهى، بالشارع. تمام، عندك سؤال آخر أخي أبو حسين؟ لا ممنون لك يا طيب. شكرا لك على اتصالك، تحياتنا لك ومع ألف سلامة. سيدنا بالنسبة لصلاة الجمعة بالنسبة للمسافر، التفاصيل اللي ذكرها أبو حسين. في زمن الغيبة صلاة الجمعة ليست واجبة عينا، يعني ليست واجب عيني، وإنما واجب اختياري. إنسان يقدر يصلي صلاة الجمعة بدل الظهر أو يقدر يصلي الظهر ولم يصلي الجمعة، ليست واجبا عينيا وإنما واجبا اختياريا إذا توفرت شروطه. نعم. إذا توفرت شروطه. الأخ يقول أنا حضرت الجمعة، شفت قائمة الجمعة، على حال مو واجب عليك تصلي الجمعة، وإذا صليتها تجزى، إذا صليتها تجزى، أما واجبة لا ليست واجبة. طيب بالنسبة عن الكلام على السياسيين أو على السياسة، هل يعني يصنف ضمن الغيبة؟ أنا أرجو هذا الجواب اللي راح أجاوبه ينتشر، أرجو، لأن يعني راح أجاوب جواب اللي على حال هي رؤية أهل البيت صلى الله عليه وسلم. شوف أخي الكريم، الفساد الموجود في المجتمعات هو في واقع الحال ما يجي من طرف، الفساد الموجود ليس من طرف حتى تقول يا الفساد من المتصدين أو الفساد من السياسيين. أنا باستقرائي الدقيق أنه نسبة كبيرة من الفساد الموجود في المجتمع من نفس الناس. قد تزعلون بس هذا جاء أقوله بواقع، وأجيب لكم أرقام، يعني ما عندي مشكلة أجيب لكم الناس المفروض هم ضحايا سيدنا. هم ضحايا لأن هم يظلموا بعضهم بعضا، هم يظلموا بعضهم بعضا. منو اللي الآن يدير المؤسسات والدوائر؟ منو؟ موظفين، ابن عمي وعمك وأخوي وأخوك وزوج أختي وكذا، مو هالشكل. لا، نسبة الفاسدين من الموظفين شقيت؟ وأنا يوم الأيام قلت بصراحة 90% من الموظفين في النار جهنم. لولا قلتها ومصر عليها. ليش؟ لعلمي بأنه كم من الظلم والتزوير والرشوة وما إلى ذلك. ذول من الموظفين؟ ذول هم الجماهير، هم الناس. فإحنا في الواقع لابد أن نشوف أنه حقيقة الأمر وين المشكلة، وين الأساسية. ترى هذا الكلام على أنه والله فلان سياسي فلان سياسي، نعم هناك أخطاء، هناك مشاكل، هناك كثير من النواقص موجودة، ولكن العمدة فينا. يعني أساس المشكلة في المجتمع نفسه. إذا ما يصلح المجتمع نفسه ما ينصلح شيء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أئمة أهل البيت يقول طوبة لمن شغله عيب نفسه عن عيب غيره. لو كل واحد هو يصلح نفسه، كل واحد هو يمشي عدل، كل واحد يمشي على القوانين والقرارات، ما صار فساد. صدقني يا أخ العزيز، ما عرفت اسمك، أي واحد الآن أشوفه لو مشطل الكهرباء، هذا مو فساد؟ كهربائك من غير الميزانية، هذا فساد لو لا؟ تسوق بدون إجازة السوق، مو فساد؟ ما أدري تحفر الشارع، مو فساد؟ تأخذ شيء من الشارع أو تتجاوز، هذا مو فساد؟ كله فساد. الغش بالامتحان، ما أدري إيش، تزوير بالشهادة، هاي كلها فساد. من الذي يقوم به؟ فتعالوا لنصلح أنفسنا. إصلاح أنفسنا إصلاح للمجتمع، وهذا خلوها
كقاعدة كل واحد لو انشغل بعيب نفسه. بس عفوا سيدنا آسف المداخلة، هذا يعني ما يتعارض مع السكوت على الظلم؟ لا لا، شوفوا الظلم، أنا واحد يقول يا أبا أنا مظلوم، والمظلوم لابد أن شنو أن على حال يبين ظلامته، وفي قضية المظلومية أكو ظالم أكو مظلوم، تحديد الظالم منه وفي فقرة الظلم شنو. أما أنه لا والله أنا أشطل الكهرباء، ليش تشطل الكهرباء؟ لأن ذول يأخذون النفط مالتنا، منو قال النفط إلك أنت؟ وشيء ثاني وين راح النفط؟ هذا الكلام حسب تعبير الشعبوي كلام شعبوي حتى يبرر نفسه ويرضي نفسه، حتى يرضي نفسه، في حين أنت إشقد ملتزم بدوامك كموظف، إشقد ملتزم بتعاليم بالواجبات اللي عليك، إشقد أنت محافظ على الحقوق العامة المال العام، إشقد أنت محافظ عليه. نعم. هذه لو كلها إحنا نصلح أنفسنا صدقني ما كان أكو هناك شيء، والفاسد كان يبرز والفاسد كان يشرد، لأنه إذا كنا إحنا ناس صالحين الفاسد ما يقدر يعيش في مجتمع صالح. أحسنتم سيد. عندنا اتصال من الأخ محمد، تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا محمد جوال الحل التميمي. يا أهلا وسهلا بك أخويا. سيدنا المبارك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا احنا بس طالبين من عندك ان شاء الله دعاء، متحولين البيت جديد ونريد الله يوفقنا بدعائك ويحفظنا، بس طالبين من عندك دعاء والله يوفقكم ويحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله مبارك مبارك ان شاء الله البيت الجديد، وان شاء الله تعمرون فيه بسلامة وخير وعافية، يعمر داركم ويعمر قلوبكم ان شاء الله بالإيمان. اللهم امين. شكرا للاخ محمد التميمي وشكرا جزيلا الى مرة ثانية على اتصاله. ام زهراء تفضلي. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله. بس ردت أسأل سؤالين. تفضلي. السؤال الأول على مود رجلي. نعم. رجلي تعرف على وحدة. نعم. ومتزوجة. نعم. وكل شيء أنا أدري، هو يدري أنا كل شيء أدري، ويقول لي استمعي وباعي وسكتي. لا إله إلا الله. وأنا كلش تأذيت، هو حتى كلش متدين، بس بسببه حتى الصلاة نوبات يعوفها نوبات يرجع لها. وأني كلش تمرضت وانتهيت يعني تعبت، وهي مدى تفك منه يا أخوة يعوفه وهي ترجع له، تعبتني. هو قدام حضرتك يتواصل وياها ويتصل؟ أي عادي عادي كله عادي. وانت تعرفيها؟ هذه تعرفيها؟ كنت ما أعرفها بس قمت أعرفها. وتعرفين زوجها منه؟ لا لا ما أعرف. ما تعرفين زوجها؟ تمام. سؤالك الثاني يا ام زهراء، اول شيء هذا سؤال، هذا مو سؤال، هاي انت حكيتي شكوى، فسؤالك وين بالنسبه للنقطه الاولى؟ ها النقطه الاولى يعني ايش اسوي انا يعني قدام عيني هذا كله اللي يصير؟ واضح ان شاء الله تسمعين الجواب. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني وما يخليني وكلش يعني يخاف اطلع اطب واروح اجي، لان وحدي ما عندي اطفال، فاني هواي اريد اشياء، مثلا اريد للسوق، اريد منها اريد منها، واني ما اعرف اكذب واضم عليه كل شيء أحكي، لو أخاف الله هواية، فيعني شون السجن خاني بي يعني كلمة لا فرض علي هو يسويها وأنا قابلة، يصير أنا أروح مثل أجيب شيء من السوق وبدون علمه؟ هذا تمام. السؤال واضح. عندي سؤال آخر أختي. لا رحم الله والدي. شكرا جزيلا على اتصالك، تحياتنا وشكرا مرة يعني أخرى. سؤال مزعج جدا الأول، اتصال مزعج، والثاني أيضا مزعج، يعني فارض عليها حالة من التحكم الغير المبرر. شوفي أختي أنت الله ما قدر إليك يعني، ولا واجب عليك أن تعيشين مع رجل، طبعا إحنا ما سمعين حكايته، أنت نتكلم على أساس اللي تقوليه هو الصح، يعني إحنا لازم نسمع حكايته ونشوف وش يقول، بس إحنا نتكلم على أنه هذه القضية تتكلمين عنها هي سيدنا علاقة مع امرأة متزوجة أحسنت. يعني إحنا ما ندري إحنا واقعا، بس أقول أنت ما مفروض عليك تعيشين مع رجل بهذه الصلافة وبهذه الدناءة، يتعرض إلى أعراض الآخرين والنساء المتزوجات ويقول تعالي تشوفي وسكتي. لا أنا أشوف وما أسكت، أنا ما أسكت، شنو العيشة هذه؟ أنا ما أريد هالعيشة، هالعيشة ما أريد، أروح أقول للأهلي أقول الكذا وأسوي خبصة عليه، خبصة عليه أسوي، ليش أنا ساكت؟ ذيك البنيهم أفضحها، منو ذيك؟ هذا واحد، فما مفروض عليك أن تسكتين. اثنين،
الإنسان لما يريد يسوي علاقة يروح يتزوج زوجة ثانية، أهلا وسهلا مفتوح، بس مع واحدة صاحبة زوج، تدرون هذا الزنا بذات بعل شي يسوي؟ هذا الزنا بإنسان هي متزوجة شي يسوي؟ شي يخرب من دينه وقيمه وأخلاق؟ فما أنصح أن تسكتين، ولا أنصح أنه تصبرين، لأنه هذا مو قابل لأن يسكت عنه. ثانيا تقول أنه يخاف علي أطلع، طبعا الخائن اللي يشوف نفسه هو إنسان ساقط يتصور الآخرين أيضا ساقطين، لما يشوف نفسه هو إنسان يتجاوز يتصور أن زوجته إذا تطلع برا يتجاوزون عليها، يرى الناس بعين ذاته كما ورد. فأنت على حال أنا ما أنصح تسكتين، وبيني وقول لأهليش ترى كذا، وأنا ما عندي أطفال، على حال الله يرزقك ذرية صالحة إن شاء الله تعالى. ولكن هالشكل الرجل اللي يقولون متدين كلش، وين متدين؟ وين متدين كلش؟ عجيبة يعني التدين، وين التدين؟ التدين أن واحد يتصل على وحدة ويتغزل معاها وهي صاحب الزوج، إن لم تكن صاحب الزوج حرام، فكيف صاحب الزوج؟ نسأل الله سبحانه وتعالى العافية لنا ولكم. اللهم آمين. شكرا جزيلا، شكرا لكل من تواصل معنا، شكرا لكل من راسلنا أو اتصل بينا، لنا لقاء إن شاء الله الأسبوع المقبل. شكرا لكم سماحة السيد على كل ما تفضلتم به، سلمكم الله تعالى، بارك الله بكم، نسألكم الدعاء. شكرا، ونسألكم الدعاء أيضا، لنا لقاء إن شاء الله الأسبوع المقبل. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، لا تنسونا في دعائكم أيضا. في أمان الله وحفظه.